لو لم يكن توجيهات العلماء وتوجيهات المراجع لفشلت بعد خاصة بعض هذه الأحداث التي نراها اليوم. اليوم نرى أنه أعظم شخصية في المقاومة الإسلامية ولسانها الطلق ويدها الضاربة سماحة الشهيد السعيد السيد حسن نصر الله، نعم، سيد شهداء المقاومة، بعد أن استشهد هذا الشهيد السعيد، بعد أن استشهد شهيد إسماعيل هنية رضوان الله عليهما في عقر دار المقاومة في طهران، بعد أن استشهد الشهيد السعيد شهيد سنوار وهو الذي كافح وجاهد إلى آخر لحظات حياته الشريفة، فقد يواجه بعض الضعاف القلوب خيبة للآمال في مثل هذه الظروف. لكن دور المرجع، دور العالم الديني، دور الحوزة العلمية والمؤسسات الحوزوية، وعلى رأس كل هذه المؤسسات والعلماء والفقهاء المرجع باعتباره أكبر فقيه في زمانه والنائب المختص لصاحب العصر والزمان من كل الفقهاء، نعم، والمجتهدين المتواجدين في الحوزة العلمية. لو لم تكن جهود هؤلاء المراجع وإرشادات هؤلاء المراجع لرأينا أنه حالة اليأس، حالة الخروج من الميادين، من ميادين المقاومة، تسود في الميدان وتسود على بعض العقول، كما هو الحال في الشرع، يعني كما هو الحال في المرجع. غير المجتمعات الشيعية للأسف. يعني في غير المجتمعات الشيعية، إذن المرجع لعب دورا مهما في تحشيد المقاومة في مواجهة الكيان الغاصب. طبعا أساسا الشيعة، لماذا الآن الثلة المقاومة القليلة المدافعة عن المقاومة الإسلامية، لماذا هؤلاء الشيعة؟ أنا برأيي الشخصي أنه هو جوهر الشيعة، كنه الشيعة، الثوابت والمبادئ الموجودة في الشيعة علي بن أبي طالب هو مبادئ جهادية ومبادئ نضالية، كما سيد شهداء الصدر الأول من الإسلام الإمام الحسين سلام الله عليه كيف جاهد وخرج ضد الظلم وضد الطاغوت، فهذا يحتوي في داخله من الصدر الأول النضال. لكن هذا الكائن وهذا الاعتقاد الذي وجدناه من الصدر الأول كيف وصل إلينا لو لم يكن هؤلاء المراجع؟ الفرق اللي الآن نشوفه نراه بين الأمة الإسلام، بين الشقين في الأمة الإسلامية، الخط الشيعي والخط السني وخاصة الخط الأموي من السنة، لأنه في السنة أيضا هناك أكثر من خط وتيار فكري. هذا الخطان الفارق بينهما هو الذي يدير الشيعة في كل العالم في كل زمان، وهو مرجع هؤلاء القوم وحاليا المتمثل في السيدين العليين السيستاني دام ظله والخامنائي دام ظله.